اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده يوم السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا اسئله كتير في المطبخ، بنتابع الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، الكبسه بتتعمل ازاي؟ بنروح نعمل عمره، بتزور الاراضي المقدسه، بنزور الشعب السعودي، توحيه كبيره من التلفزيون المصري لكل الشعوب العربيه. الكبسه اكله خليجيه عربيه، تعالوا شوفوا نعملها النهارده مع بعض ازاي بتفاصيل المغازي والتركايه اللي تخليك تاكلي الكبسه كانك بتاكليها في الخليج بالطعم الخليجي. توابل الكبسه هي عنوان الكبسه. ايه الفزوره دي يا عم الشيف؟ عندنا اللومي، عندنا الورق اللورو، عندنا الحبان اللي هو الهيل، عندنا كمان القرفه اللي هي الدرسين، وعندنا القرنفل اللي هو المسمار. دي المسميات بتاعته عند العطار عندنا في وسط البلد وعند العطار في الخليج. معانا النهارده عدل الكبسه، سلطه مشهوره جدا اسمها سلطه الدجوس، برضو بتتسال على السوشيال ميديا ايه هي. هي سلطه طماطم بالكزبره، عصير ليمون، ثوم، البعض يحط لها نعناع يابس او نعناع اخضر حسب الرغبه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه مصريه لطيفه وجميله، وفيك تتحكمي فيها سبايسي او مش سبايسي بالفلفل الحار. الحلو بتاعنا النهارده انا بعشقه، مهلبيه. المهلبيه لها تفاصيل كتيره قوي على فكره، تقدر تعملها بالحبان، تعملها بالقرفة، تعملها بجوز الهند، تعملها كمان بالتمر، زي ما انت عايزة. هنعمل المهلبية النهاردة بالقرفة بطريقة لطيفة وجميلة، بما ان احنا محتاجين لحلويات في الشتاء، والقرفة كلنا عارفين ان هي بتدي طاقة وبتساعد على الدفء وخاصة في ايام الشتاء. تعالوا نعمل مع بعض طبق السلطة. السلطة دي هي عدل الاكلة دي، خلي بالكم. السلطة اللي انا اعملها من غيرها الكبسة دي هتبقى ضعيفة الشخصية. يعني ايه ضعيفة الشخصية؟ يعني عايزين حاجة كده حرشة، مش عايز احط طبق مخلل بقى وطبق طرش والجو اللي احنا عارفينه ده خالص. مكوناتها كالاتي: ثوم، كزبرة، عصير ليمون، زيت زيتون، شوية كمون، فلفل حار. حلو الكلام؟ تاني المقادير: ثوم مفيش بصل، وكزبرة خضرة مش كزبرة ناشفة، وفلفل حار، وطماطم، وعصير ليمون، وزيت زيتون. حلو الكلام؟ اه. كبسة لطيفة، بص على الكبسة، بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، بص على الجمال، بص بتتكلم مصر. الطعم خليجي ولكن بتتكلم مصر، لأن اللي عاملها شيف مصري دمه خفيف. اه زي الفل. هنجهز لها سرفيز. اللهم صل على النبي. تعالوا نغرفها مع بعض وهي قدامنا كده، بنشم الريحة الحلوة وبنستمتع بيها. نشتغل في طبق السلطة. إيه رأيكم؟ زي الفل تمام. نغرف الكبسة إزاي يا عم الشيف؟ هو ده لازم سرفيس كبير يلم العيلة، ولازم الطبلية يا نعم. مقادير السلطة على الهوا: طماطم، كزبرة خضراء، فلفل حار، والفلفل الحار اختياري، معانا توم، والتوم اختياري، مش عايزة توم ما تحطيش، زيت زيت ولكن الكزبرة الخضراء إجباري. حلو الكلام. ومعانا طبعا زيت زيتون وعصرة ليمون. الكبسة من الأكلات الجميلة الحلوة. تعالوا نقطع الخضار ده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول هعمل الصلصة بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية زيت زيتون. أنا عايز أضربها في الكبة. بس بلاش أضربها في الكبة، بتبقى قدامي زي شوربة الطماطم. ما بحبهاش. شوية توم. التوم يا إخوانا مفيد جدا، خاصة في أيام الشتاء. اهو بيعمل ايه يا شيف مغازي؟ بيحرق الكوليسترول اللي في الجسم، زيه زي الجنزبيل، زي البصل، الدرنيات، بصل، ثوم، جنزبيل، اكسروا منها فانها تذوب الكوليسترول والدهون في الاجزاء الدقيقه للجسم. شويه كمون، شويه بابريكا، حلو قوي، فلفل اسود وملح. دي التتبيله بتاعت السلطه اللي انا هشتغل فيها. اه، فلفل اسود والملح بتاعنا الجميل، وندوب الخليط ده كده، ونقطع الطماطم ونحطها عليهم، عصرة الليمون بتاعتنا اللطيفة. الله على صوت الليمون وهو نازل، فيتامين سي. حلوة. ونقلب الخليط ده كده بمضرب. انا هضيف حاجة دلوقتي تركاية كده، خلي بالك ليك انت وبس. شيف مغازي الله يسامحك، انا هاكل توم، واحنا عندنا ضيوف وناكل توم، في الاخر نبقى قاعدين بنتكلم وريحتنا بتطلع توم، ريحه بقنا بيطلع توم، ما ينفعش. نعمل ايه؟ نصلي على الحبيب. معانا نعناع اخضر
بناخد الورق بتاعه مش العروق، خلي بالك لانك لو حطيت العروق السلطه هتقلب على مرار وتبقى مره ومتش عارفه المرار جاي منين، لان ما عندكيش الخبره الطهويه. دي رقم واحد. رقم اتنين، مش بتتفرج على الشيف المغازي على القناه الاولى. عرق النعناع الاخضر بيمرر السلطه، حطيتيه في الفتوش، حطيتيه في التبوله، حطيتيه في سلطه بلدي بيمرر السلطه. بلاه مش عايزينه. اه قطفنا النعناع. عندك نعناع يابس حطاه في البرطمان، حماتك جايبه لك هديه من الصعيد الجميل، من الريف المصري الجميل، من مطروح مشهوره بالنعناع الحلو، حطيها في قلب السلطه. اه انا بيجي لي بصراحه من مطروح نعناع اليابس الناشف ده. اه نفرم كده. الفرمه دي مهمه جدا، اوعي في حياتك تغسلي النعناع بعد ما تفرميه، خلي بالك اوعي. دايما اكتبيها على باب التلاجه، غسيل الخضروات الورقيه. اه تقطيع الورقات تقطيع الخضروات الورقيه بعد الغسيل ليس قبل الغسيل. اه ناخد الورق ده كده في قلب السلطه. حلو قوي. موضوع شيق. كزبره خضراء، الكزبره الخضراء مش مشكله بقى، فرميها كلها مع بعضيها مفيش مشكله، خلي بالك. اه بس طبعا تتغسل الاول قبل التقطيع مش بعد التقطيع. شوف انا بفرمها ازاي، افرمها ناعمه. نعم يا غالي. لا ما تنضربش في الخلاط، ضربتها في الخلاط بقت ملوخيه، لازم تتفرم بالسكينه كده. شوف التفاصيل، ماسك السكينه ازاي والكزبره تحت ايدي ومستنيك يا كزبره تيجي تحت المخرطه. لاخر قطره كزبره خضراء. اه السلطه دي جميله جدا. اه زي الفل. نقلب دول كلهم مع بعض يا عم الشيف. اه ونمسك الطماطم دي نقطعها مع بعض. اه دي التتبيله. الله. اه قطعي بقى الطماطم بالشكل اللي انت حباه، كاريهات، مكعبات، زي ما انت حابه. عايزاها سبايسي؟ عينيا. اوعي في حياتك تحط شطه بودر في قلب السلطه، مشاكلها الصحيه مع الاستمرار مع التكرار غلط، خلي بالك. استخدمي دايما الفلفل الحار بتاعنا ده كده، لطيف وجميل. اه مفيش منه مشاكل. اه والسلطه دي معروف عنها ان هي بتبقى سبايسي شويه، جنب الكبسه او المندي او المشخول او السليق او الجرسان او المرجوج، كل دي اكلات عربيه مشهوره في الدول العربيه. عملناها وهنعملها وكل يوم هنعملها بشكل تاني وبطعم تاني. ناخد الفلفل ده كده. اه الله. نقطع الطماطم بقى على هدوء، عشان كده انا سبتها للاخر لغايه لما مخرجنا يقول لي وقتك خلص. على قد ما قطعت على قد ما هقدم. شفتوا بقى الذكاء؟ اه ولكن الاهم انا عملته في الاول. ولكن هعلمك فرصة تقطعي الطماطم ازاي وتستفيدي بالسائل اللي موجود فيها. بشوف البعض بيقطع الطماطم بيفقد نص المية بتاعتها على البلانشة وهو بيقطع، وده مش كويس. أول حاجة بتقطعها كده وتيجي هنا كده تشيلي دي كده. اه عشان ما تستهلكيش أو تغطي منها كتير. اه بصي. اه اوعي في حياتك تلاقي في طبق سلطة دي في الأكل، خلي بالك. أزعل يعني انا والله للامانه، يعني بلاقي بعض المطاعم بزعل قوي على فكره. مخرجنا الجميل اساتذه المصورين حبايبي بحرص شديد تشيلي طبعا الزهره دي او الحته اللي هي بتبقى في الطماطمايه دي تشيليها من السلطه، مش لطيفه خالص يكون احنا عاملين تبوله ولا فتوش ولا عاملين سلطه زي اللي بعملها والاقي دي في قلب السلطه. دي اسمها عدم الاعتناء، عدم الاهتمام. طبق السلطه طريقه تقطيعه وطريقه غرفه بحكم منه مدى حبك للمطبخ ومدى اهتمامك للمطبخ ومدى اهتمامك بضيوفك اللي جايين، خلي بالك. اه يعني اقعد اعمل تبوله ده معناته ان انا بحب ان حماتي بتيجي عندي وهي بتحب التبوله، كل ما تيجي تلاقي يعني هنفرم بقدونس ناعم، يعني هنفرم طماطم ناعمه، يعني هننقع برغل وهكذا. طماطم اهيت زي الفل.
بنفس الطريقه برضو اهي. شفت انا بعمل ايه؟ شفت بالراحه خالص. واشيلها على جنب، مش بالغلط تيجي منك على السلطه تخلصي منها مره واحده. بس انا بوري لحضرتك. شفتوا بقى ازاي بقطع الطماطم؟ ما اجيش اقطعها كده خالص، خلي بالك اقطعها كده. بصي بصي بس. تلاقي الطماطم بتقطع ساقعه تاني. بصي مهم جدا على فكره. انت ممكن على فكره تكون شاطره قوي جدا، بس تيجي في شويه تقطيع شويه طماطم تلاقي المطبخ كله مية طماطم موجوده وعلى البلانشه والدنيا مش ظابطه، خلي بالك. شفت الطماطم بميتها. ونحطها هنا عشان خلاص خلصنا. وهقطع طماطميه واحده بس علشان الشكل يبقى لطيف وجميل. واحده تانيه اهيت. تختار الطماطم الجامده، تعملي فتوش، بتعملي تبوله، بتعملي سلطه، اختار الطماطم الجامده. الحاجات اللي بقولها دي مدرسه طهويه، عشان نعمل اكله نعملها في 3 دقايق وخلصنا. ولكن البرنامج بتاعنا متنوع، بنعلم المبتدئين في المطبخ، بنعلم كل حبايبنا ازاي نمسك السكينه بطريقه صح عشان نقطع اللي احنا حابينه بدون ما يحصل لنا مشاكل في ايدينا وفي مقبض ايدينا مع الوقت الطويل. لان المطبخ هو مدرستك، المطبخ هو مملكتك، المطبخ هو عنوانك، المطبخ هو مفتاح السعاده الزوجيه ليكي ولاولادك ولاسرتك وضيوفك. من المطبخ ممكن تقولي كلام كتير من غير ما تتكلمي، حاجات لطيفه لازم تعرفيها، خلي بالك. حلو قوي كلام كتير من غير ما تتكلمي دي، خلي بالك. عايزه نجفه، عايزه ستاره، عايزه تغيري الفرش، عايزه تغيري تعملي حاجه حلوه، يجي بس يلاقي سفره 100 100، كل حاجه انت عايزاها تتم بعون الله. شايفه السلطه الحلوه دي كده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ نغرفها بقى عشان خلصنا. اللهم صل على النبي. يلا يا عم الشيف. حلو، عدل السفره شويه السلطه الحلوين دول. الف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. تقدري تخشي المطبخ اللي انت حباه وانت واثقه من نفسك، زي ما قالت الست ام كلثوم: واثق الخطوه يمشي ملكا. هتعملي الكبسه، هتعملي اي اكله انت نفسك فيها، لان معاكي شيف شاطر بتتابعيه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضاء المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.